انا عايزكم يا جماعه تقفوا عند الحته دي وتتاملوا وتراجعوا التاريخ. راجعوا التاريخ. فاكرين لما مره يمكن الاخ ايمن هدهد، وده كان مستشار الامني للرئيس محمد مرسي، رئيس المعزول محمد مرسي، خد كشف باسماء 36 اعلامي وراح بيه للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قبيل ثورة يونيو بقليل. 36 إعلامي وكاتب صحفي، وقال له مطلوب إن الشرطة تقبض على هؤلاء. اللي هو محمد إبراهيم وزير الداخلية قطع الورقة قدامه وقال له الشرطة ملهاش علاقة بالكلام ده. إحنا ما بناخدش قرارات جزاف، إحنا بناخد قرارات تجينا من النيابة العامة والجهات القضائية المسؤولة. كده وش؟ نفس الأمر. الرئيس السيسي القائد العام في الوقت ده ياما دخل في أزمات كان هدفها الحفاظ على الدولة ومفاصل الدولة. شفتوا، أذكركم يوم 16/5/2013 لما قبضوا على 7 جنود مصريين في سيناء وخدوهم، خطفوهم، ولما محمد مرسي قال لك ايه، علينا أن نحافظ على الخاطفين والمخطوفين، ده في تصريح علني، وطلع بقى الشلة بتاعته كل واحد يقول لك الدولة لا يجب أن تكرر أخطائها وتواجه مش عارف ايه. الحقيقة احنا كنا عايشين مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. راحوا من رأي القائد العام قال لازم نجيب العيال دول، لازم اللي بيخطفوا دول لازم نجيبهم. وبدأ الجيش المصري لغاية ما وصل الحقيقة الى الاولاد دول وجاب المشايخ وبتاعه وقال لهم يجيبوا العيال دي احنا هندمرها. والعيال قدرت تهرب في الوقت ده. قبل ما يهربوا بقى جابوا واحد وقالوا له تعالى اعمل فيديو اشكر فيه مرسي ووجه فيه انتقادات لعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. وده حصل واتذاع. ايه اللي كان مقصود بده؟ ايه اللي كان مقصود لما محمد بديع يا جماعه في يوم من الايام طلع في شهر ديسمبر، اظن في 12 ديسمبر بعد ما افشلوا الحوار اللي دعا اليه القائد العام للقوات المسلحه الفريق اول عبد الفتاح السيسي، قال ان الجيش ده يعني جاء زمن الجيش ده بقى قيادته فاسدين ومفسدين، جيشنا كويس بس لا على قمته فاسدين ومفسدين. يومها السيسي رفع التليفون وكلم محمد مرسي وقال له هناك غليان داخل الجيش المصري، اذا لم يعتذر مرشد عام الجماعة سيكون لنا موقف اخر. لو تتذكروا طلع وقال احنا ما نقصدش وما مش عارف ايه، زي ما كانوا عايزين ياخدوا المشير طنطاوي والفريق سامي عنان يحطوهم في قضية كسب غير مشروع، زي انا عددت لكم مواقف مش هنخلص. لكن خلاصة الامر اللي كان اراد ان يقوله الرئيس السيسي في حديثه مع زميلنا يوسف الحسيني وفي كلامه الحقيقة قدامنا مؤتمر اقتصادي، ان الجيش المصري ده هو اللي حمى البلد، ان الشرطة المصرية كانت سند للجيش في كل خطوة ياخدها في الاتحادية. يوم احمد جمال الدين، اللي هو احمد جمال الدين طلع هو ومحمد هو الفريق اول عبد الفتاح السيسي ماسكين ايدين بعض يوم 20 نوفمبر 2012، يوم ما حاولوا يعملوا فتنة بين الجيش وبين الشرطة وتلمت بسرعة، والفريق السيسي دعا لاجتماع، كان اظن الاجتماع ده كان اتنقل بعد كده في نادي الشرطة، في نادي الشرطة العام اللي هو في مدينة نصر، وطلعوا واتفقوا ومفيش حاجة وانتهى الموضوع. المؤامرة كانت مستمرة، لكن جيش مصر كان صاحي. جيش مصر اللي هو رفض يتورط بعد المؤتمر الكبير اللي عملوه في الصالة المغطاة لو تتذكروا يوم 15 يونيو 2013، لما محمد مرسي طلع وقال لبيك يا سوريا وجيشنا حيروح، طلع مصدر عسكري في ظل حكم الإخوان وقال الجيش المصري معني فقط بحماية الأمن القومي المصري ولن يخرج خارج الحدود. اتجننوا، بس ده واقع جيشنا.